هذا الدورة لسنة 2019-2020 اختتام دورة للمجلس الوطني. في الدستور تجاوزنا كل العقبة. الدفاع الشعب الجزائري اللي عشناه. وان شاء الله من بعد هذا الوباء كما اعلن رئيس الجمهوريه بلك من سبتمبر اكتوبر الدستور يجي للمجلس وقادر بلك اقبل ممكن جدا ان العطله تاعنا ما تدومش حتى سبتمبر نقدروا نرجعوا اذا كان فيه الدستور نرجعوا في الوقت اللي يتحدد التاريخ للمصادقة باش يروح من بعد هذا الدستور يروح للاستفتاء نتاع الشعب. النشاط كان لاباس يعني كان نشاط عادي وحنا مستعدين اذا فيها نلغيو العطلة رانا مستعدين لخدمة الوطن وخدمة الشعب. ظروف استثنائية ولكن مجلس الأمة قام بعمل وكما تتبعتم مناقشة العديد من المشاريع القوانين وتمت المصادقة عليها. أعتقد أنها كانت سنة ناجحة بكل المقاييس رغم كل الظروف التي عشناها سواء من خلال ما شاهدناه من حراك طيلة تقريبا سنة وبعدها هذه الجائحة جائحة كورونا التي عطلت نوعا ما من عملنا التشريعي. كنا نأمل أن نقوم بالكثير من المساءلات للسادة الوزراء حول الواقع الذي يعيشه الجزائري في مختلف القطاعات.